اليوم أصدرت الشرطة الفرنسية في باريس قرارات وكان ترعب فيها الجزائريين وقالوا لهم أن الجزائريين والتوانسة هذه المرة الجزائريين والتوانسة غدوة لو كان تجيبوا أعلام توانسا وأعلام الجزائر وتجونا الشونزيليسي ولا تجونا المارساي حد المناطق هما في مارساي وفي في باريس مش عارف المدن الأخرى راهو فيها غرامات وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا أه لماذا؟ لان قال لك ان الجزائريين اللي احتفلوا بمناسبه اه احتفلوا بمناسبه الفوز على المغرب كانوا داروا قلق شديد ثم زادوا احتفلوا خاصه بمناسبه الفوز على قطر وان هذا غير مقبول هذا واش كان في باريس بعد في اه بعد مقابله المغرب هذا كان مقطع من تلك آه اليوم طبعاً كانت فيها أيضاً بعد قطر إلى آخره آه طبعاً نحن دائماً ندعو الناس أن يحترموا قوانين البلدان وقوانين أينما يوجدون إلى آخره لكن في نفس الوقت أعتقد أن هذا القرار بمنع العلم الجزائري والعلم التونسي هذا قرار ظالم لماذا يرفع العلم الأرميني أو العلم الروسي أو العلم الصيني أو العلم الألماني ولا يرفع علم جزائري وعلم تونسي وربما مغربي أيضاً لماذا؟ نظرة دونية طبعاً نحن نرفض إذا دخل فيها التكسار ودخل فيها الاعتداء على عناصر الشرطة هذا مرفوض نرفضه في باريس كما نرفضه في تونس كما نرفضه في الجزائر أو نرفضه في الدار البيضاء أو نرفضه في واشنطن أو نرفضه في ألمانيا أو في الصين أو في كل مكان يعني لا أحد يقبل الاعتداء على قوات نظامية تقوم بالأمن وحفظ الأمن ولا أحد يقبل بالتكسار أو بيشعل نيرانه لكن من حق الناس أن تحتفل لماذا؟ لأنها صدرت قوانين هذا اللي كانوا يسموه سيباراتيز من الله إسلاميك إلى آخره تمنع على المسلمين أن يرفعوا أعلام غير العالم الفرنسي وصلوا إلى يمنعوا تزغريت داخل ال الفرنسي كي يكون هناك زواج إلى آخره. كان هذا كل الناس تمنع وكل الشعوب الأخرى وكل الحضارات الأخرى وكل الدول الأخرى خلاص هذه فرنسا يضيق على الجميع وخلاص، لكن إذا كانت فقط على المسلمين والمغرب بشكل خاص، المغاربيين بشكل خاص هذا مش مقبول مش وهذا مرفوض يعني في نهاية المطاف. وفي النهاية كانت هذه بعد لقاء لكن هذه في العاصمة، اسمعوا مليح.

قولوا لهم ما خوتنا في السجون من هنا انا اضم صوتي لاخواننا الجزائريين غدا طبعا في المقابله الجزائر تونس ايا كان الفائز فهو مغاربي هو شمال افريقي هو منا يعني في نهايه المطاف واللاعب النظيف ان شاء الله هو اللي يفوز لكن اقول للجزائريين اذا ما فاز الفريق الجزائري وخرجتم لا تنسوا اخوانكم اللي أنا في السجون لا تنسوا إخوانكم اللي في السجون وغنوا حتى شعار الشهداء يومها ونشيد شهداء إخواني لا تنسوا الشهداء وانتم إخواني لا تنسوا الأسرة اللي عند الطغمة الأسرة اللي عند العصابة ورهم بالمئات وذكرونا بشعارات الحراك وارفعوا شعارات الحراك وشعار دولة مدنية حي الله الأحرار في الجزائر كما في تونس في المغرب كما في ليبيا في كل اوطاننا في كل بلدان حي الله حراره الانسانيه اينما كانوا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته